بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ بشكر الأخ الفاضل حمد العليان مرشحكم ومرشحنا، مرشح الحراك الوطني الصادق الذي دفع أغلى الأثمان لحفظ الكويت، على هذه الدعوة الكريمة لأقف بين أيدي هذه الوجوه الفاضلة من أخوة وأخوات في ندوة مميزة تعبر بعنوان تعبر عما ينبغي أن يكون، وهو كما كنت أقول دائما كمؤرخ قبل أن أكون سياسي، عنوان هذا الشعب منذ بدء التأسيس إلى اليوم لن نخضع والله خير حافظ. هذه أولى الندوات الانتخابية اللي أقف فيها بعد 10 سنوات عجاف، تتنازعني الذكريات المشاعر يمينا وشمالا. لا أملك إلا أن أقول بعد 10 سنوات عجاف أقف اليوم بين أيدي أهل الكويت الكرام عامة وأهالي الدائرة الثالثة خاصة في هذه الروضة الغالية على قلبي وعلى قلوب جميع الأحرار التي أكرمتني صناديقها مرارا وتكرارا بالمركز الأول. أقف شاكرا مقدرا للجميع دعمهم فعلا ودعاء الذي كان له أبلغ الأثر علي في جميع مراحل حياتي السياسية. بعد 10 سنوات عجاف لا مجال للمجاملة، 10 سنوات مدمرة، هذا وصفها التاريخي قبل أن يكون الوصف السياسي. إذا كان البعض يملك السياسة في زمنه فنحن المؤرخين الصادقين من يملك التاريخ وتسطيره بإنصاف المنصف وإدانة كل من أساء للكويت وأهلها. بعد 10 سنوات عجاف عانت فيها الكويت الأمرين، دفعت ثمنها دموعا وآلاما. أقف اليوم شامخا مرفوع الرأس، أقف اليوم شامخا مرفوع الرأس مدركا معاني ما كنت أردده، مهاجرا غريبا وحيدا، بأن في زمن الضعف أعظم النصر هو الثبات، هو الثبات على حب الأوطان وعلى القيم وعلى المبادئ، حتى يجد من يريد أن ينقذ الكويت أرضا صلبة يقف عليها، وهذا ما نشاهده اليوم في مثل هذا الوضع. بفضل من الله عز وجل يقف اليوم جيل سياسي جديد داعما لجيل سياسي موجود لإنقاذ الكويت. أقف اليوم مفاخرا بما قدمت وقدم كل أخواني من رموز ونواب وشباب وشابات وسيدات هذا الحراك الصادق، وفي مقدمتهم أبطال هذه المنصة الأبطال فيصل لحي وحمد العليان. بعد 10 سنوات عجاف أنهاها هذا الخطاب السامي باستجابة تاريخية لمطالب الشعب. أقف اليوم مثنيا مؤكدا مطالبا بإنهاء ملفات لا يزال نزيفها باقيا مدمرا، باقيا في سجناء ومهجرين أبطالا، باقيا في من سحبت جناسيهم ظلما وعدوانا،
باغيا في من حرموا حقوقهم السياسية جورا وإضرارا، وجزما أن بقاء هذه الملفات مفتوحة، هذه الملفات مفتوحة، سيكون عائقا للتقدم وللتعاون، وإنهائها الآن سيكون عدلا يشرع أبواب التعاون والإنجاز والنجاح. في مثل هذه الأيام أيها الأخوة والأخوات، في مثل هذه الأيام قبل 10 سنوات بالضبط، رفضنا ورفعنا صوتنا خوفا وإشفاقا من كل منبر وبكل وسيلة متاحة، نحذر صادقين مخلصين من تدمير البلد، صادقين مخلصين من تدمير البلد. كنا نشوف هذا ونستشرف هذا، وهذا ما تم، واليوم دليل إدانة على الآخرين ودليل مصداقية لكل وطني صادق مخلص. واجهنا فسادهم في كل الملفات، بدءا من إنشاء شركة أمانة للتخزين، وهو الحد أو الخط الأول في الفساد الظاهر العلني، ثم في عبث مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء ومصروفات السرية للدواوين العليا، ثم في تشيكات رئيس الوزراء وإيداعات النواب الغبيضة وتحويلات وزارات الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية وغيرها من ملفات الفساد الكبرى والصغرى. لكن بكل أسف، بكل أسف، لم يستمع لنا، لم يستمع للمخلصين الصادقين من كل شرائح الكويت وكل مكوناتها وكل مناطقها، لم يستمع لها، لم تستمع السلطة لها، لم يستمع الحكم لها، فبدأت مرحلة جر الكويت جرا إلى طريق الفساد والإفساد، إلى طريق التدمير والضياع. فكان بوابتها مرسوم الصوت الواحد الجائر الظالم المدمر. فأبعد المخلصين سجنا وتهجيرا، وقرب الفاسدين والمفسدين اللاهثين مصاصين الدماء وأموال هذا البلد الطاهر والشعب الكريم. فدمرت المؤسسات والسلطات، وأهدرت الكرامات والحريات، وضيعت الأموال والمكتسبات الوطنية. نعم، ساد الفساد في الكويت خلال 10 سنوات عجاف. فبدل من أن تكون الكويت جنة الله في الأرض، وهذا ما ينبغي أن يكون قدرها، جنة الله عز وجل في الأرض، إمكانيات ومكونات وتوافق نسيج شعبي وتوافق مع عشرة الحكم، ولاء ووفاء وتضحية لا يشابهها شعب في العالم. لكن بكل أسف ساد الفساد في هذه 10 سنوات العجاف، فخيم الألم على الحاضر، وساد القلق والخوف من المستقبل. ساد الفساد، والفساد شر محض. والله تعالى يقول واحدة من آيات، مئات الآيات وآلاف الأحاديث، يقول الله عز وجل والله لا يحب الفساد. ساد الفساد، والفساد دمار، دمار. أرجو أن يعلم الجميع، أن يعيد النظر، الفساد دمار. لا يعني أنك عايش في خير، لا يعني أنك لست متضرر منه الآن أن الفساد لا يعنيك. الفساد دمار للأوطان، الفساد نهاية للدول، وشره سيصيب الكل، في حاضره، في مستقبله، في قيمه، في مبادئه، في أخلاقه، في عرضه، في كرامته، في روحه. اليوم دول دمرها الفساد وذل شعوبها، أكبر من الكويت وأكثر إمكانيات على كل الأصعدة، ولا مجال للاسترسال. انظروا إلى حال العراق وسوريا ومصر ولبنان كأمثلة قريبة، كانت تعيش وتصرف على الخليج قبيل 10 سنين، تسير تسبح على خيرات
من الأنهار والموارد الاقتصادية والإمكانيات البشرية. اليوم تمكن منها الفساد. انظروا ماذا يدفع اليوم ثمن الفساد. شعوبها تدفع ثمن الفساد من أعراضها ومن دمائها وأرواحها. والكويت أو أي بلد كان ليس استثناء من هذه القاعدة. والفساد طريق إن كنت في بدايته ستصل إلى نهايته. فلذلك العقل والمنطق والواجب أن توقف وقت ما تستطيع، لا تنتظر لأن سيقضي عليك. اليوم الكويت بعد هذه السنوات العجاف التي اختطفت بها من عصابة الفساد والمفسدين بكل أسف دخلت هذا الطريق. اليوم هذا واجبكم علينا، أن نصدق بالقول محذرين خائفين كما كنا من قبل، نقول هذا الكلام في علن ونعلم أن ستفتح علينا أبواب جهنم الفساد. وقد كان ما كنا نقوله اليوم هو واقع شاهدتوه وشاهدتوه واستعرض بعض الأخوة الأفاضل قبلي بعض من مظاهره. نظرة فاحصة إلى أحوال البلد عموما، خلك الآن من المشاعر، أحوال البلد في كل مؤشرات الفساد، في كل قيمة، في كل خدمة من الخدمات اللي أنتوا وحنا والجميع قديما حاليا وسيكون مستقبلا نشكو منها. خدمات الأساسية في حقوق الشعوب، أولويات لصيقة بالإنسان، المسكن الحاجة الأولى للمواطن لكل إنسان كما هو التعليم والصحة. انظروا لهذه الخدمات، انظروا لأرقام البطالة المخيفة المدمرة إن لم توقف، انظروا لعجز الميزانية اللي يهدد رفاهية العيش وهي واجب كل حكومة، رفاهية عيش الشعوب. انظروا التركيبة السكانية المدمرة اليوم بسبب الفساد والمفسدين. انظروا إلى الخدمات البنية التحتية، انظروا إلى السلطات وانهيارها ودمارها، انظروا إلى فضائح سرقات الأموال المليارية. كل هذا شنو؟ كل هذا، كل هالمعطيات ايش تقول؟ لسان حالها، دلالاتها واضحة، أرقامها تنطق بأن هذا الفساد إن لم نوقفه سيكون لنا في نهاية الطريق. لم يتم استنفار الجميع لمواجهة الفساد المفسدين، فالأمر عظيم والخطب جلل. طيب، تشخيص، الكل يعرف التشخيص بالكويت اليوم، لذلك احنا نشير لإشارات سريعة اليوم فيما كنا نتكلم فيه قبل 10 سنوات، بل يتكلم المختصين منهم أفضل مننا أضعافا مضاعفة، وموجود المعنى مو في التشخيص. اليوم الكل أصبح خبيرا وعالما، لكن المهم في معرفة العلاج والقدرة على العلاج. نعم، التشخيص والإقرار بالمرض هو أول سبيل للخلاص منه. لذلك العلاج أركانه 3 في تقدير. أولها وعمودها وأساسها إرادة حكم. إرادة الحكم، مو إرادة فرد، مو إرادة محكوم، مو إرادة مسؤول، مو إرادة مجلس، مو إرادة شعب. أساسها، عمودها إرادة الحكم، والبقي يبنى عليه. وقمة الأمر وقمة النجاح أن تتلاقى الإرادة الحكم مع الإرادة الشعبية لتحقيق الإنجاز والعلاج. لذلك دائما كان شعب الكويت يقدم إرادة الشعبية في محاربة الفساد، ومع الأسف لا تلاقي الإذن الصاغية المطلوبة المناسبة. لذلك إرادة الحكم، اليوم أنا أقول نعيش من 60 سنة أفضل توقيت يعبر عن إرادة حكم ممكن أن تحقق المطلوب. نعم، هذا الخطاب السامي لسمو الأمير اللي ألقاه نيابة عنا سمو ولي العهد، ما في شك استعرض الأخوة دلالاته، والشعب اليوم كله يعيش فرحته لأنه استجاب في عبارات واضحة الدلالة واضحة المعاني والمقاصد للإرادة الشعبية التي كانت مطالبة بوضوح برحيل الرئيسين، بوضوح بفك الارتباط مع معسكر الفساد والفشل السابق.
فلذلك ارتباط، لذلك هذه الاستجابة مقدرة، لكن بالأخير يجب أن نعرف أن هذا الأمر وحتى الخطوات اللاحقة له من قبل الحكومة تزيد الأمل أملا وتزيد حسن الظن، لكن لنكن واقعيين، السلطات لا يكفي فقط كلامها، السلطات المطلوب منها الفعل، الفعل. السياسي يعلق، المختص يعلق، الأكاديمي يعلق، المغرد، الإعلامي، أيا يكن، لكن بالأخير الفعل هو فعل السلطات، فعل الحكم، فعل الحاكم. هذا معنى الإرادة الحقيقية، هذا معنى الإرادة الحقيقية للإصلاح، أو بداية الأمر، أو الركن الأول، أو عمود الرئيسي. نعم، بكل صراحة ووضوح، كل التقدير وكل الثناء وكل الرجاء من قبل الشعب اليوم في هذا الخطاب، لكن بالأخير هناك جزء كبير من الشعب اليوم يعيش القلق، يتفاءل بحذر، يخشى أن تكون نفس التجارب السابقة، نفس المسار السابق، أن تكتيك وليس قناعة. وهذا ما ينبغي نقولها بصدق وبإخلاص للحكم اليوم، هذا سيكون المترتب عليه في حالة الفشل إحباط عظيم، انعكاس على البلد قبل أن يكون على أي سلطة أو مؤسسة أو غيره. لذلك يجب أن يتبع بالفعل، وأنا أرجو أن يكون هناك بعض المظاهر الفعلية حاليا من قبل الحكومة قبل أن تشكل. أقول الركن الثاني وهو مرتبط بالركن الأول للإصلاح، مرتبط بإرادة الحكم، هي الحكومة، لأن النصوص الدستورية أن الأمير يمارس سلطاته بواسطة وزرائه، أن السلطة الحاكمة الحكومة التنفيذية هي السلطة التنفيذية، هي التي تمارس وفق المادة 23 رسم السياسة العامة للدولة، هي التي. لذلك بالأخير هذا الأمر مرتبط بذاك، يجب على الحكومة ويجب على الشيخ أحمد النواف اليوم اللي مدركين أهل الكويت كلهم أنه سيكلف منذ الآن باختيار حكومة إنقاذ وطني تعبر عن قناعة حقيقية الحكم في الإصلاح، تبدأ باختيار رجال ونساء الدولة، تبدأ باختيار من يمثل الشعب، تبدأ بإعداد البرنامج من الآن، بمراقبة الحملات الانتخابية، بمراقبة المعلوم، وكلنا نعرف، كل الكويت يعرفون شنو الأولويات الأساسية المطلوبة اللي ينبغي أن تحقق. فلذلك هذا المؤشر وهذا الركن الثاني والدلالة على جدية السلطة، جدية الحكم في تحقيق الإصلاح المنشود. الركن الأخير وهو المتعلق فينا، وهو خاتمة هذه الكلمة السياسية، المطلوب الركن الثالث هو اختيار الناس، هو الرأي العام، هو الناس. كما نطالب السلطة بأن لا يكون التغيير شخوص بدل أشخاص، وأن يجب أن يكون هناك نهج حتى يصلح حال البلد، احنا ايضا مطالبين. وفي لحظة الانتخابات وفي مرحلة الانتخابات تشكل السلطات، تحدد الانجازات لأجيال وأجيال، فهناك لحظة تاريخية من 60 سنة لم تتوفر فيها مثل هذه الفرصة. لذلك والخطاب واضح للشعب بأن يحسن الاختيار، فالرد بحسن الاختيار، ليس فقط باختيار أفراد، ليس فقط شعار أدبوهم بأن سقط الفاسد، شعار أدبوهم الشق الأول منه واللي ناجح في الكويت خير نجاح بأن يسقط الفاسدين والمرتشين وما شابه ما أمكن، لكن بالأخير هو النجاح الحقيقي بأن تختار من لا ينهار، بأنك تحسن الاختيار، بأن تختار الكف الوطني، تختار اللي تشوف اسم الكويت بوجهه، اللي تشوف أن اسم الكويت أكبر من اسمه وأكبر من اسمك وأكبر من اسم أي أحد كان، فاختر للكويت، اخترت لنفسك، اخترت للشعب، اخترت للأجيال. لذلك نقول أيضا واجب الشعب اليوم، ما ينبغي، وهذا خطاب لكل المرشحين كلهم وعلى رأسهم أخواننا النواب من رموز ومن نواب معتصمين ووطنيين، هذه الحالة الانتخابية يجب أن تبث فيها روح الحياة، يجب أن يكون الهدف بإيصال أغلبية وطنية شعبية تمثل الشعب الكويتي، يفرض عليها الشعب برنامج عملها، يحدد أولوياتها، يلتغي عليها الناس، سيصلون فرادة، لكن لأن الرأي العام هو الذي يملك القرار، من يملك الرأي العام يملك القرار، سيجبرهم الشعب
بعد الانتخاب على أن يلتقون على برنامج عمل، على أن يشكلون كتل، على أن يشكلون قوائم ببرنامج محدد، برنامج زمني المفترض كما هي الشعوب الحية يحدد 100 يوم ويعلن البرنامج وينجز. وهنا الحكومة تكون على المحك، تعبر عن هذا البرنامج في خطاب في برنامجها الفوري، وهنا الحكم تبين إرادته وينجز هذا الأمر خلال 100 يوم. ما عندنا تلف الأوقات، والكويت في حاجة لإنجاز كثير من الأمور الملحة كل يعرفها، لكن بالأخير عامل الوقت سيرجعنا إلى ما كان من قبل. الأخوة والأخوات، إذا لم ننجح كشعب بإدراك أن الأوطان تدار بالأغلبية، أن المؤسسات تدار بالأغلبية، أن حاجة الكويت أن يكون هناك أغلبية، لأن الأغلبية تدير مجلس الأمة، كيف تحل مشكلة الإسكان بغير أغلبية؟ كيف تحل أي مشكلة، أي خدمة، أي أمر إلا بوجود أغلبية؟ تحقق التشريع، تحقق الرقابة، توفر الأموال، وبدها من اختياركم. لذلك أعظم السلطات ما تختارون، فيها الرقيب، وإذا فسد الرقيب فسدت جميع السلطات. فاليوم هو يومكم، ويستمر يومكم حتى بعد النجاح. لذلك إن لم ننجح في مثل هذا، أنا متيقن يقينا بأن الأمر سيكون مجرد انتخابات، استمرار الانتخابات، ومجرد استمرار بعض الأسماء واستبدال أسماء بأسماء، والنتيجة سنبقى ندور على دوار الألم الفردي العاجز والفاشل على أن ينجز إنجاز حقيقي. وعمود هذا الإنجاز كما فصل الأخوة هو العمود السياسي. كلمة أخيرة، حمد العليا. عرفت حمد شابا مخلصا لوطنه، جاءنا يعمل معنا أظن في الحملة الانتخابية 2008، عقب ما يعني توسعت الدوائر وصار نظام 5 دوائر، فانطلقنا حنا من الخيطان نستحوذ على الدائرة الثالثة. لازم ترضوني، لازم نمدح على الخيطان. فالشاهد عرفت حمد شابا وطنيا، فقدم إلينا والتقينا على وطن وقيم ومبادئ تشهد لفعله مدرسة الروضة وشوارعها، ومنها كان هذا الحمد في كل موقف وطني شامخ. كلما مضت الأيام وازدادت المواقف صعوبة، كان حمد من القلة الصلبة في كل موقف تاريخي من المواقف السابقة اللي مساع استعرضتها الصلبة الكبيرة، كان لحمد كل هذه المواقف الصلبة وفي أعلاها شرارة الحراك الوطني الصادق الحديث، قضية الشيكات. كان حمد العليان من الندرة الفاعلة والثابتة، ولما اشتد الأذى نال حمد نصيبا وافرا منه، ثم أوذي في وظيفته حتى بلغ الأمر إيذاءه في حريته وكرامته. فكان أول من قبض عليه، لن أستعرض كل الماء، لن أستعرض الأخ فيصل جزاه الله خير استعرض بعض الأمور، فكان أول من قبض عليه في قضية الكويت الخالدة، واللي سيعرف قدرها اليوم عرف قدرها حقيقة، لكن سيعرف قدرها أجيالا وأجيال في التاريخ، قضية دخول المجلس. كان أول من قبض عليه في هذه القضية، وحبس مرارا، وهجر مع كثير من أبناء من أبطال الكويت ورموزها. هذا الحمد كان سباقا في فتح ديوانه لكبرى ندوات المعارضة الوطنية ورموزها، عندما عزت الأماكن وخاف جمع كبير. هذا الحمد كان في الميدان مع المجاميع الشبابية، وأحييهم من هذا الموقع تحية يعرفون من قلب من صادرة. كان في كل الحركات والتحركات الإصلاحية الشبابية، نبيها 5 ارحل إلا الدستور، موجودا وفي صفوة القيادة. وعندما طال الألم وزاد الأذى وطالت المدد،
غاب كثيرون من أقرانه، وهذا طبيعي، لا يعني بالضرورة اتهام أو إدانة. طبيعي أن يصيب أي أحد حالة من اليأس والإحباط، حالة من لكن بالأخير أقول وإذا أصابه أيضا منها شيء، ظل حمد متحفزا لخدمة بلده وأداء أمانته، ورغم أنه وحيد والديه وحديث زواج، وكان هذا يكفيه، لكنها المبادئ، لكنها المسؤولية، لكنها التربية الصادقة لهذه العائلة الكريمة. ورغم أنه ما تعرض له من إيذاء كان عذرا كافيا، لكنها العزيمة الراسخة. ارتضى شباب قضية دخول المجلس، وأرى منهم الوجوه النيرة في هذا المقام الكثير. ارتضى شباب الحراك في قضية دخول المجلس أن يمثلهم حمد وهم في السجن في مواجهة رمز الفساد، عندما جاءهم زائرا في السجن فأسمعه ما يستحق. وارتضينا جميعا شبابا ورموزا نوابا في قضية دخول المجلس أن يمثلنا حمد عبد الرحمن العليان أمام قاضي التمييز آخر القضايا وأعلاها، ومصيرنا مرتبط بحكم قاضي. ببدلة السجن وقف حمد العليان شامخا يصدع بمعاني الكرامة والعزة والثبات الوطني. أقول وعن الوفاء لا تحدثني، فكان وتاج رأسه أبوه ووالدته الكريمة في مهجرنا بلسم يداوي الجراح ويتواصل معنا في كل حال وحين. واليوم يتقدم حمد عبد الرحمن العليان للأمة ليواصل خدمتها والقيام بحق الكويت عليه، وهو ما أدعو ممثلا معبرا وغير كثير عن شباب الحراك الوطني. ولذلك اقتنص هذه الفرصة وأوجه الدعوة لكل شباب الحراك الوطني بأن الكويت في حاجتكم، بأن الكويت في حاجة لطبقة سياسية جديدة تقوم وتنهض بمسؤولياتها وتؤدي واجباتها. حمد الذي تعب على إعداد نفسه لهذا الموقع لم يأتي بشهوة ولم يأتي برغبة ولا بحثا. حمد لن يجد اسمه واسم عائلته أن يكون بعده اسم عضو مجلس الأمة. يأتي للمركز من علو، يأتي للمركز إن لم يزيده لن ينقصه. فلذلك تعب على إعداد نفسه لهذه المهمة النبيلة، محاط بأمرين، بعائلة كريمة اسمها عنده سيمنعه من أن يكون ضعيفا في يوم من الأيام. لذلك ربت على العز وأرضعت حب الكويت وأهلها بجميع شرائحها وطوائفها. بل من حظه وكرم الله عز وجل عليه أنه أحيط بكوكبة صادقة وطنية مميزة من الأخوة الأفاضل شركاء له في درب الوطن الزاخر بالبطولات والتضحيات، تضمن عطائه في المستقبل، تضمن ثباته، وبإذن الله عز وجل ستكون عاملا مساعدا في نجاحه في أداء واجبه. هذه المجموعة الوطنية الزاخرة، لا نتكلم عن غيب ولا نتكلم بعاطفة ولا نتكلم بأمل، هذه المجموعة الوطنية الصادقة أهدت الكويت في عام 2012 هذا الرائع النادر فيصل صالح للحياة وعليه القياس. هذه المجموعة اليوم تقدم لكم شقيقة في الوطنية والتضحية والعطاء، حمد عبد الرحمن العليان. وأختم في خطاب صريح وواضح، نعم، انطلاقا من مبادئ الراسخة، انطلاقا من قناعاتي يدعمها 20 سنة من هذا العمل العام، يدعمها بكل الآلام والتضحيات، ولا يمن على الكويت أحد، الكويت تمن علينا جميعا، وأيا نكن فالشعب هو من صنع هذا الأمر. لذلك نقولها وفاءً
إقرارا انطلاقا من مصلحة الكويت، انطلاقا من وجوبي حاجة الكويت، وجوبية العمل العام. أني حريص أشد الحرص، بل هدف عندي وأعلن اليوم وأرى الوجيه المشاركة لمثل هذه القناعة، وأمل أن يكون أحد أبرز ما أذكر الليلة في أولى الندوات ندشنها، وسنواصل هذا الأمر. استجبنا لكثير من الندوات لهدف هو أن نقنع الناس بأن توصل للمجلس هذه القناعة، أغلبية وطنية صادقة، همك وحاجة الكويت، مستقبل عيالك في أن يصل المؤسسات أغلبية وطنية. لذلك خطابي الصريح في هذه الدائرة مثل ما قال أخوي فيصل، هناك من الرموز الوطنية، هناك من النواب السابقين وعلى رأسهم النواب الاعتصام، وعلى رأسهم نواب الاعتصام الصادقين في المواقف الثابتين، في المواقف الثابتة ليس الطارئة ولا المتأخرين. أقول حريص على نجاحهم، حريصين على نجاحهم، نعم، لأنهم يستحقون بفعلهم ولأن الكويت تحتاجهم. لكن أيضا وبوضوح أشد وبقناعة تامة كاملة مبنية على كل هذا المشترك بيننا وبين حمد، أقول رغم ذلك، رغم هذه القناعة، أقول لكل من يثق في فيصل المسلم، لكل من يثق في فيصل المسلم، وأذكركم أني كنت الأول في الروضة مرارا وتكرارا، لكل من يثق في فيصل المسلم، إن لم تجدني صوتا حرص الفاسدين والمفسدين على شطبة. أنا اليوم ما أملك حتى التصويت، أنا اليوم حتى التصويت ما أملكه، لكن إن لم تجدني صوتا فستجدني في حمد العليان فعلا. إن لم تجدني صوتا فستجدني في حمد العليان فعلا. كفاءة وقوة وأمانة. وأذكر بأن ابنة سيدنا شعيب على لسان امرأة، على لسان امرأة، والنساء أحرص الناس على المستقبل، قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لم تقل استأجره لأنه نبي، قالت استأجره لأنه قوي أمين. وسيدنا يوسف يقول لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ما قال إني نبي. وأنا أقول وبكل ثقة: اجعلوا حمد من أحد هؤلاء على خزائن الكويت، فهو القوي الأمين، فهو ذو الكفاءة والمعرفة والدراية، محاط بعائلة كريمة وبكوكبة ستكون له خير عظيم. صوت للكويت، صوت الحمد. اللهم أبرم لأهل الكويت، للكويت وأهلها أمر رشد، يعز به الصالحين المصلحين ويذل به الفاسدين المضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نختم ولا شكرا للنائب.